شهر كانون الأول وتحديداً اليوم الثالث من هذا الشهر انطلقت حملة توعوية بذوي الهمم، واليوم كتير مهم نور نحن نحكي عن هي الحملات لحتى أكثر نقدر ننشر ثقافة التعامل مع ذوي الهمم. أكيد هايدي، كتير مهم اليوم دمجهم بالمجتمع. اليوم يمكن هي الثقافة صارت منتشرة أكثر، يمكن هيدا المفهوم صار مفهوم سهل عند الكل. قبل كنا نشوف نوعاً ما في خجل عند الأهل لما يكون عندهم ابنهم من ذوي الهمم، ذوي المهارات الخاصة، بتلاقي خجلانين منه. اليوم لا، الأهل عم يكونوا فخورين فيه، عم يدمجوه بالمجتمع، وحتى نظرة المجتمع اليوم اختلفت لكل أصحاب ذوي الهمم. هن جزء مهم اليوم بمجتمعنا، كتير مهم ندمجهم في الحياة الاجتماعية والعملية. نحكي عن هي الحملات التوعوية قديش مهمة اليوم، وقديش مهم نسلط الضوء عليها بشكل مستمر عبر الإعلام. معنا منسق أعمال جمعية سبل، أخصائي تربوي خاص، الأستاذ عقاب نصر الحلبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ عقاب. صباح الخير. يسعد صباحك. بالبداية أستاذ، اليوم نحن عم نحكي عن ذوي الهمم، يعني الفئة هن مختلفة عن الأفراد العاديين، إن كانوا بطريقة تفكيرهم أو تواصلهم مع الآخرين أو حتى بطريقة يعني شكل الجسد. فاليوم نحن هيك حابين نعرف بشكل عام شو هو مصطلح الإعاقة، ونتخصص بشكل خاص بالإعاقة العقلية. تماما. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. بتشكرك على سؤالك لما قلنا هن مختلفين وليسوا متخلفين. صحيح. الاختلاف يتقبل، يعني بنتقبله، واي حدا عنده اختلاف ممكن يتقبل الثاني. صحيح. ولما نحن كاشخاص ان صح التعبير اسوياء او طبيعيين ضمن الحدود الطبيعيه، فنحن لازم نتقبل اختلاف هي الاشخاص اللي هن قد يكون اختلافهم عنا بالمهارات العقليه او بحركات جسديه. صحيح. او ببعض الاشياء اللي هي بعض المهارات اللي هن خلينا نقول مختفية عندهم أو غائبة عندهم، مثلا سواء كانت عندي ضرر حس إعاقات بصرية أو سمعية أو عقلية، لكن نحن في عندهم مهارات بنلاحظ هي تفوق قدراتنا. صحيح. يعني في اشياء، في مهارات تتعود. صحيح. صحيح. فهذا الشيء نحن اليوم اللي بنطالبين فيه كاشخاص نوعنا بذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه او ذوي الهمم ايا كانت التسميه، لكن علينا اليوم نحن ما لازم نتمسك اليوم بعبارات رنانه، لكن علينا الفعل والعمل حتى ننشئ يعني جيل واعي يتقبل هي الاطفال، وخاصه بعد عمليه الدمج. لذلك بهمنا نحن نعرف شو خصوصية هي الحالة. تمام. شو خصوصية هيدي الفئة يلي هي منتشرة بشكل كتير كبير، منا فئة 1% أو 1% من 200، هي فئة تفوق 10-12% بالمجتمع. صحيح. فهن موجودين، خلينا نقول هي الفئات موجودة بكل بيت أو بكل عائلة بكل حي بكل مكان. حتى بالمدارس. فلذلك علينا تنشئة بيئة حاضنة. البيئة الحاضنة بتتم مو بس من يد لحالها، لا تصفق هي الحالة، أكيد بده يكون في تشاركية مجتمعية أهلية مدنية حكومية على كافة المستويات، حتى نكون قادرين أنهم يتأهلوا معنا هدول الأشخاص، ننشئ معهم يعني حقيقة نأمن لهم مجتمع حاضن وبيئة حاضنة لحتى هن ما يحسوا حالهم مختلفين. صحيح. لحتى نكون كلياتنا ذات سوية واحدة. فبالتالي يوم 3 كانون الأول هو يوم عالمي. ليش تحدد بهذا اليوم؟ هو لحتى يكون يوم متخصص لنشر التوعية على مدى شهر 12 كلياته. شهر 12 شهر غزير بالأعياد والمناسبات، وخاصة صار على مستوى على يوم على مدار السنة عندنا أيام تخص ذوي الهمم، مثل عندي اسبوع الاصم العربي، اليوم العالمي للتوحد، اليوم العالمي لمتلازمة داون، شهر التوعيه اكتوبر باضطرابات فرط الحركه، اليوم العالمي للتأتأة، للتأخر اللغوي. يعني عندي على مستوى العام، على مدار العام عندي ايام عالميه، فنحن مطالبين نتحدث ونسلط الضوء على هي الايام حتى الناس تعرف اكثر. اول كلمه حضرتك قلتيها ما نخجل باطفالنا. وانا دائما بقول كلمه اطفال لانه هي الفئه الاكثر حشاشه والاكثر حساسيه لحتى ننتشله من هذا القاع. أكيد. ولنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع، يعني نحن أشرنا لعدة نقاط خلال حديثك، عم نبسط للناس هذا التعريف ونفهمهم أكثر، يعني قد ما فينا عم نعطيهم يمكن تبسيط. الناس ما عندها هي المعلومة الكافية، لهيك حتى الأهل لما يكون عندهم طفل من ذوي الهمم بتلاقيهم لأنه أساسا مو عارفين يتعاملوا معه. لما نقول نحن أنا ضد أساسا تقول إعاقة، أي ذوي إعاقة، كل هي المفردات أساسا هي مسيئة لهيدا الشخص اللي هو ذوي الهمم اللي عنده مهارات خاصة. بس خلينا نحكي ذوي الهمم اللي عندهم في مشاكل عقليه، خلينا نسميها هون، خلينا نركز اكثر شو هي المشاكل العقليه. ممكن تترافق مع مشاكل عقليه اضطرابات اخرى، يعني ممكن نشوف طيف توحد او فرط نشاط، لانه ما في لهلا يمكن الناس عم تقدر تفرق نوعا ما بيناتهم.
هون نحن حطينا ايدنا على المحك، يعني عم بقول انا لما قلت في عندي اضطرابات تترافق او متلازمات تترافق مع الاعاقه العقليه، فاذا هي او اعاقه ذهنيه او ايا يك او تاخر ذهني كتجميل للمصطلح. التاخر الذهني عند الطفل هو معناها نسبه الذكاء دون المستوى الطبيعي. صحيح، مثل ما بنعرف نحن من درجات الذكاء الطبيعي ومن دون وما فوق. صحيح. يعني عندي طبيعي وما فوق هي متلازمه او التفوق العقلي او التميز العقلي او متلازمه العبقري، وما دون الطبيعي هي عندي المتوسط دون المتوسط، الضعف البيني، التاخر، وبلشنا نفوت بدرجات التاخر او صعوبات وبطء تعلم والضعف البيني، واضافه الى تاخر ذهني خفيف، متوسط، ضعيف وعميق. بهي الدرجات نحن ما بتظهر بشكل هيك، هي تبنى على وتوضع هذه الدرجات تبنى على مقاييس تربويه نفسيه تنعمل للطفل عن طريق مهارات محدده تقيس قدره الطفل العقليه، النمائيه، اللغويه، اللفظيه، الاستيعابيه، حتى حل المشكلات والتفكير التخيلي. ضمن كل هي والمعالجه العقليه ايضا. صحيح. ضمن كل هي المهارات نحن بنعمل اختبار للطفل بيظهر لدينا هو وين درجة التأخر الذهني. بعد ذلك إذا كان لدينا اضطرابات أخرى مترافقة فأنا عندي مؤشرات، يعني إذا عم بحكي أنا اليوم متلازمة داون يوجد لديها تأخر عقلي مترافق مع المتلازمة. صحيح. طيف التوحد، بعض من درجات طيف التوحد يترافق لديها أيضا تأخرات ذهنية، اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه وإلى ما هنالك من هذه الاضطرابات. بعد ذلك نجي نحن على شيء اسمه متلازمات. لما صرنا نفوت بمتلازمات مثلا مثل متلازمه الاكس هاش، متلازمه السافان، متلازمه الداون، انجل مان، متلازمات كثيره جدا نسمع فيها ومنشوفها. هي المتلازمات هي تترافق حصرا مع شلل دماغي، عفوا بعتذر، مع تاخر ذهني مثل الشلل الدماغي. يكون عندي مثلا شيء تاخر في العقل في الذهن مع تاخر عام في الجسد ايضا. لكن وين نحكي نحن لما بكون في عندي اعاقه حركيه مش من الضروري يكون في تاخر ذهني. صحيح 100%. هي بدنا ناكدها. اعاقه اذا كان عندي تاخر اعاقه سمعيه او يعني اصم او ذو اعاقه بصريه اكيد منا مترافقه، لكن بعض الاضطرابات النمائيه تحديدا التي تترافق من الصغر او الاضطرابات العقليه التي تنشا مع الطفل، يعني هي خلقيه جينيه، فيتكون ترافق معها حتما التاخر أكيد. الذهني. تمام. حضرتك استاذ ذكرت عن درجات الاعاقه العقليه اللي هي ممكن تتفاوت بين شخص واخر. تماما. اليوم اذا بدنا نحكي عن الاعراض، ممكن مثلا احنا نعرف الاعاقه العقليه بتتمركز حول الدماغ، بتاثر على التركيز، على تؤدي لاضطرابات نفسيه، حتى بتؤدي لصعوبات. صحيح. بالتعلم. صحيح. فشو هي المضاعفات اللي ممكن تظهر على الشخص اكثر؟ اذا احنا اليوم عم نحكي عن طفل يعني فقط لديه تأخر ذهني، ممكن يكون تطوره طبيعي، تطوره النمائي، يعني ضمن المراحل الأولى من حياته هو خلينا نقول يعني ضبط المسارات بوقت محدد، بيتكلم بوقت محدد أو تأخر نطقيا، استيعابه لكن بيكون ضعيف، مثلا مهاراته ضعيفة، التعبير اللفظي ضعيف جدا، التواصل البصري ضعيف جدا. صحيح. كل هاي الاشياء بتدل عندي على تاخرات. تمام. فنحن مباشره اليوم لازم الاهل يلجؤوا لاستشاره عصبيه. صحيح. بعد ذلك يلجؤوا لاستشاره تربويه حتى نحدد شو هذا الاضطراب. لان انا اليوم ما فيني بس هيك من نظره واحده اطلق. صحيح. التسميه او صح. هي للامانه نحن لما بنشخص حاله بحاجه لجنه من التشخيص، من اختصاصي السمعيات، من طبيب الاطفال، من طبيب السمعيات، من طبيب العصبيه، من اختصاصي النطق وتقويم اللغه، اختصاصي التربيه الخاصه، اختصاصي النفسية، لحتى نحن نأيقن شو هيدا الاضطراب اللي عند الطفل، هو وين واصل، يعني هو وين، لأنه في عندي اضطرابات في مثل ما ذكرت معينة. مشتركة. تمام. في اضطرابات متشابهة يعني تترافق بدرجات، يعني تختلف اضطراب يختلف عن اضطراب بدرجات. بس خلينا نحكي على الاضطرابات الأكثر شيوعا، يعني نحن عم نشاهد بالآونة الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة مثلا طيف التوحد ما كان متواجد بهي بهذه الكمية، يعني أو يمكن ما كان عم يتم تسليط الضوء عليه بشكل يعني بشكل أكبر، بس فعليا ما كنا نشوف صعوبات تعلم. يعني هلأ بآخر الدراسات مثلا بتقول لك الأطفال نسبة عالية اليوم جدا. عندهم فرط نشاط، صعوبات تعلم، قلة التركيز ما كانت موجودة، يمكن ظروف الحرب أو الحياة اللي عايشينها اليوم أكيد أثرت بشكل أو بآخر. فخلينا نحكي عن الاضطرابات الأكثر شيوعا. الناس لهلأ أحيانا في تردد عند الأهل مثلا، لا ما عنده طيف توحد، لا شو يعني إذا تأخر بالتعليم شوي، يعني في فروقات فردية بيقطع. ما في مشكلة، بس الأكثر شيوعا اليوم نسلط الضوء عليها، لأنه الأهالي في كتير أولاد لهلا يمكن لك لا قاطعة، يعني ما كتير في مشكلة، ممكن تلفت لهم نظرهم هي الملاحظة. تمام.
الاضطرابات الاكثر شيوعا هي منتشره منذ الازل. هي اولا يعني انا ما عندي شيء اضطراب نشا حديثا، انما هي دراسات جديده تؤكد نوعيه الاضطرابات او تحديثات، مثل ما بنعمل ابديت لاي ابلكيشن، فانا عندي اليوم ابديت لاي دراسات جديده. اضطرابات سواء التوحد، اضطرابات فرط النشاط، فرط الحركه، التركيز، صعوبات التعلم، هي اضطرابات موجودة منذ الأزل، منذ زمان، يعني من زمان كتير. بس نحن اليوم مع تطور العلم، مع تطور التكنولوجيا، صار أكثر شيوعاً هي المصطلحات، أو تخصص أكثر، يعني صارت أقرب للسمع. فصارت الناس تتساءل إنه ليش نشأ من جديد، ليش من فترة طلع، ليش من كذا. هو اضطرابات موجودة من زمان كتير، حتى إذا بنلاحظ سابقاً يعني كان يطلقوا مصطلحات على هيدول الأطفال، يعني مثلاً فئة صعوبات التعلم من خلينا نقول 70-80 سنة لورا أو 100 سنة، كان يطلق عليهم صفة فئة الأغبياء. صحيح، هيك كانت تسميات. لكن صحيح. اليوم بس تلاحظي إنه ما كان في علاج. مع التطور اليوم، اليوم موجود العلاج، صار في عندي علاج وظيفي تربوي فقط، علاج نهائي ممكن، خلينا نقول نوصل لنسبة 70-80% مع الطفل ممكن صدقاً يتفادى. خلينا نركز عليها لما نقول العلاج، لأنه اليوم الاكتشاف هيدا الاضطراب بشكل مبكر والتوجه الاختصاصي والتعامل مع الاختصاصي والعلاج كثير بيأثر. يعني نحن بنعرف بالمحيط في كثير ناس عندهم كان اضطرابات تعلم اليوم من الاوائل على الجامعه، كثير من الناس عندهم اضطرابات فينا نقول فرط نشاط وقله تركيز، عم نشوفهم لا بيدخلوا الجامعه، بيدخلوا المدارس، بيفوتوا على الحياه الاجتماعيه، هن مثلهم مثل اي شخص. هي نقطه كثير مهمه، لازم السبب لانه تم العلاج وتم تسليط الضوء عليه بشكل صح، ومثل ما قلنا بالسنوات الاولى كثير مهم هون العلاج عند اختصاصي. صحيح، هي الفترة الأولى بالسنوات الطفل، حتى ليش نحن بنقول دائما يعني اللي بيكتشف هيدي الصعوبة عند طفله كثير مهم إنه يعني نعالج، لأنه عندي مرحلة ذهبية ما دون الخمس سنوات، مرحلة ذهبية بصدق، يعني بعمر السنة للخمس سنوات، يعني دون السنة احنا بيكون طفل لسه ما انضبط كثير، بعد السنة في حال عندي اي تاخرات تظهر، رح اقرن لك اياها بمثل بسيط. طفل صعوبات التعلم لا يوجد لديه معالجه سمعيه، صحيح، يعني يسمع الكلمه وينطقها لكن صحيح. لا يعالجها الدماغ بشكل صحيح. فانا هون في عندي تدريب ياخذ شهور وسنوات عليه، هي بيتم العلاج. صحيح. مثلا نطق او وعي فونولوجي عند طفل الصعوبات، طبعا انا بتخصص بالصعوبات كونه هي المشكله موجوده عند غالب الاضطرابات والاكثر انتشارا. بتقلي الام مثلا ابني بيكتب بس بقول له الكلمه بيصفن فيها، طب اقراها بيقرا، عرفتي؟ صار عندي انا قله معالجه، فبالتالي في مشكله بعمل الدماغ. أيوة. يعني بين المعالجه وربط الكلمه مع السمع مع الدماغ لحتى تخرج هي الاوامر بشكل عن طريق المحسوسات او عن طريق الكلام، بصير في عندي بطء هون. انا في عندي علاج اللي هو تدريب الطفل بالعلاج الوظيفي، يعني علاج تنميه المهارات، علاج الذاكره، اختصاصي التربيه الخاصه بشكل عام والمراكز المتخصصه بالصعوبات التعلميه واختصاصي النطق. لاحظي انه العلاج مقترن. صحيح. فبالتالي اذا علاج لما بنحكي نحن اليوم طفلي ناطق بس هو ما عنده مثلا خربطه بالحروف او ادخال واخراج الحروف ببعضها، فانا في عندي مشكله لانه هو ما بيسمع صح بيخرج صح. يعني شوفي ممكن تكون النقطة، أو الطفل ممكن يكون، التقيت ببعض الحالات هي طفل بمستوى جيد جدا بالمدارس لكن طفل لليوم يعني شفهي، بتقول لأمي لفظيا ما في أحلى من هيك، مشاركة تماما، تعال نكتب، حروف فايتة ببعضها، النقاط فايتة ببعضها، صار في عندي مشكلة بالمعالجة قراءة العقل لهي الكلمات، بنحس نشوف النقاط او الحروف او بتتداخل ببعضها او في تشابك، مثلا القاف مع الكاف بخربط فيهم، عرفتي؟ اللام بنكتبها راء، والعكس صحيح بكل هي الحروف المتشابكة، السين شين صاد ذات المخارج الواحدة، يعني من إلا نحن او المخارج القريبة، الدال مثلا طاء، التاء طاء، هي الحروف بصير في عندي مشكلة. فبالتالي هو بياخذ فترة منيحة الطفل لحتى يخرج من هي المشكلة، وقد يوصل إلى نسبة 70-80% وقد يشفى تماما منها. صح. طيب أستاذ، كيف فينا اليوم نخفف من تأثير هي المضاعفات بشكل إنه الأطفال من ذوي الهمم ما يؤذوا لا حالهم ولا الأشخاص يلي جنبهم؟ كيف فينا نخفف من هي تأثير المضاعفات؟ لما نحن عم نقول يؤذي نفسه، إذا بدي أحكي عن لمرحلة يؤذي نفسه. صحيح، أكيد في بعض الاضطرابات هي اضطرابات عنيفة، في بعض الأطفال فرط الحركة لديهم اضطرابات. صحيح. إذا ما وصلنا، يعني حتى بعض الدراسات تقول طفل فرط الحركة إن لم يعالج بعمر 14-15 يصبح طفل يعني أحداث، ممكن يرتكب جريمة من غير وعي، من غير قصد، ممكن يرتكب شيء خاطئ، يعني هو عم بجرب حرق البيت مثلا، جرح حاله، عرفتي؟ ضربة قوية، هو عنده طاقة، يعني تماماً. هو فرط لم تستثمر بشكل صحيح. بشكل صحيح. صحيح. فإذا لم يتم تفريغ هي الطاقة بالشكل الصحيح واستثمارها بتقوية الطفل
عقليا ونمائيا وتحديد مهاراته وردات الفعل تكون منضبطة، فنحن تركين الطفل على للأسف يعني على هاوية، تركينه على هاوية للأسف. فإذا تم معالجة الطفل بشكل صحيح من البداية ولاحظنا أنه يعني لما بتجيني اليوم مشكلة من الأم من المعلمة، المعلمة ما إلى تهر مع الطفل، بتقول للأم مثلا أنه كأنه عنده فرط حركة، ما بيهدى ما بيركن، مثلا أنت ما استوعبتي، لا تقبلي طفلك وشوفي شو المشكلة. يعني حاول نفرغ هي الطاقة اللي عند الطفل بشيء صحيح. رغم ذلك تقول بعض الدراسات لا يوجد علاج، لكن يوجد تجميل لهي الاضطرابات. يعني خلي أقول أنا تحسين هذا الوضع اللي هو فيه، هو يعني استثمار هي الطاقة، هو يعني أنا لما أوظف هي الطاقة بطريقة صحيحة نحن ما في إنه يعني نخفي هي الطاقة، بس أكيد. بدل ما الولد هو يجرب أنا وجهه على الطريق الصحيح صحيح. بنشاطات تعليمية أو نشاطات رياضية أو أي نشاط آخر. بس خلينا نحكي، أشرت لنقطة كثير مهمة، إذا بنحكي عن دور الأهل اليوم بيلعب دور كثير كبير، يعني دور دعمه، طريقة البال الطويل، الصبر كثير بدها صبر وطولة بال، التعامل مع الطفل لأنه مؤذي اليوم أحيانا، يمكن في ضغوطات كثير كبيرة على الأب والأم، عم تلاقي الشغل بدال الشغل اثنين، الوضع الاقتصادي معيشي، فتحط فيه ضغوطات بتلاقي ما في طولة بال، بتلاقي بيفشوا خلقهم شوي بالأولاد. فكيف إذا شخص عنده مشكلة أو اضطراب، قديش هون التعامل كثير مهم، خصوصا قدام الناس، يعني أحيانا يمكن نظرة أو كلمة أو أي تصرف ممكن يأثر بنفسيته مع أنه أنت مشيت بهيدا العلاج بشكل صح. هلا لما بدي احكي عن نظرة الناس فهي لن ما رح نخلص منها، فانا بدي اشيل هي النقطة على جنب، نظرته هو مش وخلي الام تمام الاهل تمام صدقا الام هي تقدر تتقبل ابنها ليتقبله الناس، ما انكر، لكن انا شرجي نقاط القوة عند ابني وين صار. هي واحد. اثنين بدي اقول انه وين ممكن يوصل الطفل، كثير استفسارات واستشارات بتجينا انه كم جلسة. هلا كم جلسه هي ما من اول جواب. جلسه هذا السؤال صحيح، يعني اول استشاره او اول اختبار مع الطفل بتقول الام كم جلسه، صح يعني صح. شهرين ثلاثه، لا لا انت ضمن مرحله علاج طويله حسب الاضطرابات المترافقه. يعني انا اذا قلت اليوم تاخر لغوي صحيح، اذا كان الدماغ سليم فهو عن جد تاخر لغوي، لكن اذا كان عندي اضطرابات مترافقه، فرط حركه، تاخر نمائي، تاخر بالاستيعاب مثلا، فاذا صار عندي مجموعه اضطرابات ضمن مسمى التاخر اللغوي أو ضمن مستوى صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي مثلا عبارة عن صعوبات في الحساب، في القراءة، في الكتابة، في الاستيعاب، في الإملاء، في التهجئة. فإذا هي خمس اضطرابات صفت باضطراب واحد تحت مسمى صعوبات التعلم أو اضطراب التعلم المحددة. صحيح. فبالتالي أنا بدي أشتغل على الخمسة سوا بوقت طويل. دائما بقول أنا شغلتي منا حبة سيتامول، بدها فترة طويلة، بدها تقبل، بدها طولة بال وصبر جدا. طيب هي المضاعفات او اللي عم تحكي عنها ممكن تزيد مع التقدم بالعمر او توقف عند عمر معين؟ دائما مرحلة البلوغ عند كل الاضطرابات، يعني سن 12 13 عند الذكور والإناث، تكون مرحلة مفصلية. تمام. شو يعني مرحلة مفصلية؟ هي انه الطفل قد يتحسن وقد لا يتحسن، يضل الوضع على ما هو. يعني بمعنى انه نحن او يكون في نسبه وعي بتصير، يعني يزداد الوعي فبتصير الحاله اكثر. يعني في كثير دراسات بتقول على 14 يخف الاضطراب فرط الحركه، لكن تشتت الانتباه يبقى. تمام. او العكس صحيح. يعني فبالتالي بنقول نحن اليوم شو السبب، اي شو الدراسات تقول. بعض الدراسات طبعا لما بنقول نحن دراسات لا نقول بانها بالمطلق صحيحه، انما نحن معلومه بنوصلها. فبالتالي بتقول انه بعض السموم او المعادن الثقيله تخرج من جسم الطفل. صح. هي اللي تكون، هي ممكن تكون منتقلة من الجينات أو منتقلة من الأب والأم. تمام. أو من خلال أسلوب الغذاء وأسلوب الحياة عند الطفل. فبالتالي لما نقول نحن منتشر كثير صعوبات التعلم ببيئات محددة، يعني بيئات الحروب، ببيئات الاضطرابات، اضطرابات الفقر والحداثة. يعني هلا كمان آخر دراسات بتقول لك أغلب الناس اللي بتترك أولادها على الشاشات الذكية لازم يبي لساعات طويلة، نحن لأنه ما فيك تسلخه للطفل عن الواقع. أكيد. بالأخير الأب والأم إذا عم يمسكوا موبايل الولد بيمسكه، بس إنه آخر دراسات بتقول لك اللي بيتركوا أولادهم لساعات طويلة أمام الشاشات الذكية حتما ممكن يصاب باضطرابات تعلم، ممكن يأثر على عملية الدماغ. تمام. رح نوضح نقطة هون، كثير في أمهات تقول أنا لأني كنت أتركه ساعات طويلة على الشاشة صار معه توحد. أه. القصة ما أنا مقتنعة. مش توحد، اضطرابات تعلم. تمام. أنا فهمت حضرتك، لكن حوضح النقطة هاي. طيب التوحد إذا كان موجود يقال بأنه خلقي. صحيح. تمام. فهذا هو منه مسبب، يعني هو مسبب يساعد على زيادة تفكك مهارات الطفل. كاضطرابات التعلم واضطرابات النطق واللغة قد تكون مسبب رئيسي وأساسي بهي العملية. يعني الطفل كان نموه طبيعي، لكن الأم تركته من عمر السنة مثلاً 3-4 سنين، فالطفل صابه تأخر لغوي نطقي
فصار في عندي تأخر من سببه هو الشاشات. صحيح. فأنا بدي استثمر بهذا الشيء بإني ألغي وجود الشاشات وأدمجه بالطفل من خلال العلاج بالمشاركة والعلاج مع الأقران والعلاج مع المحيط والتفاعل البيئي، حتى صار في عندي أنا هون تفاعل بيئي، صار في تفاعل، صار في تكوين لغة، صار في إنتاج لغوي حقيقي. حضرتك اليوم عم تركز على مصطلح التوحد، مصطلح التوحد لذوي الإعاقة عند الإعاقة لذوي الهمم. فاليوم بنشوف أشخاص عاديين ممكن يكونوا قاعدين بغرفتهم منزويين متوحدين، ما بيحبوا يحكوا مع حدا، مشغولين باللي عندهم. فهل يعني اليوم مصطلح التوحد هو مرتبط فقط بالإعاقة العقلية عند ذوي الهمم، أو هو عادي ممكن الشخص نتيجة اضطرابات بحياته أنه يقعد لحاله؟ اضطراب طيف التوحد لليوم لا يصنف ضمن الإعاقات العقلية للتوضيح، إنما ذكرت يترافق إعاقة عقلية مع طيف التوحد، لأن ننوه هي النقطة. صحيح. فبالتالي هو يصرف ضمن الاضطرابات النمائية حسب الدليل التشخيصي الخامس. هذا دليل عالمي، كل تقريبا كم سنه بيصير في عندي تحديث جديد او دراسات جديده تقول هذا الاضطراب وين وصل. فاخر دراسه قالت بانه هو اضطراب طيف التوحد ودرجاته، لا يوجد متلازمات مترافقه ولا يوجد اضطرابات ويوجد تصنيف و يعني ما هو مرتبط. اذا هي كانت مظله التوحد تحت درجات من الخفيف الى الشديد فقط. صحيح. وحسب درجات معينه تترافق معها، في عندي توحد ناطق، توحد غير ناطق، تاخر عقلي والى ما هنالك من هذه الاضطرابات. وقتنا خلص معك استاذ، والحديث معك ممتع، مهم اليوم تسليط الضوء على هي النقطة تحديدا. وذوي الهمم عندهم مهارات خاصة يجب استثمارها من قبل الأهالي، ويعتزوا ويفتخروا أكيد بولادهم. شكرا كثير لك. ممنون حضرتك. شكرا كثير لك استاذ عقاب. شكرا.